أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، إن شاء الله تعدوا بألف خير. تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم. إذا في مباشر 28 من يوليوز 2024، أحييكم تحية صباحية عطرة إلى كل أهالينا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مخيمات العزة والكرامة، وأهالينا في المدن المحتلة من أرض الصحراء الغربية. ونحيي كذلك أيضا متابعينا في كل مكان، بما في ذلك الجزائر وموريتانيا وتونس والجاليات الصحراوية. هل الصوت جيد؟ أعتقد على أنه صوت جيد الآن. هل الصوت جيد؟ جيد، شكرا. إذن لأنه إذن نبدأ إن شاء الله على بركة الله. كما قلت في هذه الحلقة سنتحدث عن 25 سنة من حكم محمد السادس في المغرب، ولكن دعوني قبل ذلك أن أذهب معكم إلى بعض المتفرقات اللي عشنا عليها ليلة البارحة. إذن مدينة العيون المحتلة ليلة البارحة عاشت وضع استثنائي. أنا شخصيا مثلا ما نمت إلى حدود 4 صباحا بتوقيت باريس، ونحن نتابع ما يجري في مدينة العيون المحتلة من تطورات ومن أحداث تبدو للغريبين غريبة. عنوان هذه الأحداث اللي وقعت في مدينة العيون المحتلة ليلة البارحة هو الجريمة ثم الجريمة. من أتى بهذه الجريمة؟ طبعا اللي جاب هذه الجريمة هو الاحتلال المغربي، لأن الشعب الصحراوي كان في وقت من الأوقات يعني شعبا آمنا، شعبا مطمئنا في وطنه قبل أن يحل به هذا الاحتلال المغربي، وقبل أن تكثر الجريمة والمخدرات والاعتداءات والقتل بشتى أنواعه. يوم أمس مدينة العيون المحتلة كانت فيها 4 وفيات، كانوا فيها حالتي انتحار لسيدات، مازلنا ما عرفنا من هما، يعني سيدتين، وكانت هناك حادثة سير بسيارة رباعية الدفع أدت أو أودت بحياة الحقوقي أحمد الغزالي اللي كان على مستوى شارع مكة حينما فاجأته سيارة رباعية الدفع، واللي يعني كان يستقلها ناذل مقهى في شارع مكة قد يعني قام بسرقة مفاتيح هذه السيارة قبل عودة رب المقهى الذي يشتغل فيه، وقام بقيادة هذه السيارة دون أن يتوفر على رخصة السياقة، وبدل أن يضغط على الفرامل ضغط على كباس السرعة، مما أدى إلى وفاة أحمد الغزالي في حادثة سير وثقت حتى بالفيديو. إذن كانت هناك إشاعات كثيرة على أن الأمر مرتبط بعملية اغتيال أو جريمة مدبرة، ولكن حرصا طبعا على مصداقية هذه اللايفات فإننا قد أشرنا في وقت سابق على أن القاتل أو الجاني في هذه الحادثة ليس سوى نادي المقهى، وأن الصدفة هي التي أدت إلى وفاة أحمد الغزالي رحمة الله عليه. في الجريمة الأخرى شاب صحراوي ينقال له سليم هدي، وقد يعني رومي من سيارة رباعية الدفع قرب المستشفى بالمهدي. هناك يعني بمجرد وصوله إلى المستشفى يعني هرعت كل أجهزة الاستخبارات والبوليس المغربي والدرك المغربي إلى محيط المستشفى، وضرب طوق شديد جدا على مستودع الأموات بحكم أن الشاب يعني كان قد توفي، وتناسلت الأقاويل هنا وهناك من هو الجاني وكيف يعني تم قتله، وهل هناك يعني أيادي للاحتلال المغربي. هناك يعني بعض المواقع الإلكترونية التي أشارت إلى أن الدرك الملكي المغربي هو المسؤول عن عملية القتل، ولكن بعد التحري نشرنا في حدود 3:30 صباحا بتوقيت باريس خبرا على أن الجاني الذي قام بجريمة القتل في حق سليم هدي ليس سوى شقيق رئيس جماعة الدشيرة بإقليم العيون المحتل. وكنا يعني منصفين لأن الخبر دائما عنده قوته، خبر دائما أقوى من
من التعليق، ممكن إنسان يعلق، ممكن إنسان تذهب به من توجهات إلى 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 تزوير الحقيقة، لكن الحقيقة يجب أن تكون يعني محترمة، لأنه الصحفي يجب دائما أن يتمسك بالحقيقة. إذن أكدنا على أن الشاب سليم هدي قد قتل على يد شقيق رئيس جماعة الدشيرة. بقية التفاصيل لا ينجبها لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في وقت لاحق، لكن فوجئنا أنه عائلة سليم هدي تهدد بالمتابعة القضائية لمن نشر الخبر. وأؤكد مرة أخرى، لا لعائلة سليم هدي ولا لغيرها من العائلات ولا من الذين يتضررون من نشر الحقيقة في منابرنا، على أنه نحن لا نخشى المتابعة القضائية. المتابعة القضائية ما نخشاها، المتابعة القضائية يخشاها المجرمون، يخشاها القتلة، يخشاها بيعوا الحشيش، المهربون، هذو يخشاوا المتابعة القضائية. ما الصحفي ما يخشى المتابعة القضائية، الصحفي يقوم بدوره. ولو كان أي صحفي يعني يخشى المتابعة القضائية ما يوصل أبدا الخبر إلى عموم الناس. إذن نؤكد مرة أخرى على أنه محمد راضي الليلي لا يخشى المتابعة القضائية. اللي باغي يقيس المحاكم، المحاكم موجودة، محاكم موجودة، ونحن نشتغل في دولة تحترم الصحافة وتحترم ممارسة هذه المهنة التي منعنا فيها في المغرب، وبالتالي فإننا لا نمنع أحدا من الذهاب إلى المحاكم. لكن نؤكد للجميع، ما هو فقط لعائلة هدي أو لغيرها، على أننا نحن نتمسك بالحقيقة ونقوم بواجبنا الإعلامي اللي هو موجه لعموم الشعب الصحراوي. وبالتالي فإنه لا المتابعة القضائية ولا المحاكم تخيف محمد راضي الليلي ولا أخافته. ودليل على أنه هناك 5 من رؤساء الجماعات من الاحتلال المغربي، من عملاء الاحتلال المغربي في منطقة وادن المحتل، مشاو للمحاكم في باريس، مشاو 5 قبضوا محامي وعطاو آلاف الأوروهات باش يسكتوا صوت محمد راضي الليلي باسم الدولة المغربية، مش نسطر عليها، باسم الدولة المغربية، ليس فقط أنه كأشخاص ولكن مشاو باسم هذا البلد اللي قالوا الدولة المغربية أو المملكة المغربية. ولكن المحكمة لم تقبل شكاياتهم لأن محمد راضي الليلي يقوم بعمله الصحفي. محمد راضي الليلي لما يتكلم عن عرضك، لما يتكلم عن أمور خاصة، لما يتكلم عن نزاع العائلات ممكن، لكن حينما يقدم خبرا فإن الخبر مفروض عليك أنك تلتزم به، ومفروض عليك على أنك تحترمه، ومفروض عليك على أنك تسمح بنشره، لأنه هذا الخبر ليس في ملكك أنت، إنما في ملك عموم الشعب الصحراوي. إذن هذا واضح باش نوضع نقطة على السطر، نقطة ونرجع للسطر، لأنه كثير من الاتصالات تجي من هون ومن هون، حتى حينما ننشر بعض الأخبار من الصحراء الغربية، كم من حد يقول لك أحذف. والله أنا ما نحذف الفيديوهات وما نحذف المنشورات، ولست أخشى أبدا المتابعات القضائية. إذن نمشي لموضوعنا ونعرضكم إن شاء الله على أنه بإذن الله تعالى لهن نمونكوكم في التفاصيل بإذن الله تعالى. ننتظروا فقط مصادرنا، تزودنا بالمعطيات. إحنا مصادرنا الحمد لله دقيقة جدا، مصادرنا واضحة، مصادرنا في كل مكان. نشكر كل الأحرار الذين يخدمون الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. إذن قبل قليل نشر موقع SH بانتكات التابع للإعلامي الصحراوي رشيد زين الدين، عفوا الحسن بولسان، نشر خبرا ومقالا مهما عن 25 سنة من حكم محمد السادس. وأكد لكم كذلك على أنه عندنا بعض الأخبار من داخل المغرب عن هذا الموضوع، ولكن حرصا وتلبية لرغبة بعض المصادر على أننا لا نكشف هذه المعلومات حتى نرى في غضون الأيام المقبلة ماذا سيقوم به نظام محمد السادس. لكننا نعلم ماذا يعده نظام محمد السادس، عندنا علم ببعض الكواليس التي يعد لها في إطار التنفيس عن الوضع الحقوقي في المغرب، وكيف سيقوم محمد السادس بطريقة أو بأخرى بمحاولة تهيئة الأجواء لولي عهده الحسن الثالث. وكنا قد خصصنا في وقت سابق لايف كامل للحديث بهذا الخصوص.
إذن المقال الذي نشر في موقع sh20.ash يقول محمد السادس عاريا 25 أو 25 عاما من الحكم كما يرويها صحفي تحقيقات مغربي. إذن يقول المقال، يقول يقضي جزءا كبيرا من السنة في قصره الصغير في قلب باريس، لكن يوم الجمعة اللي هو يوم الجمعة الماضي قبل يومين فقط كان رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش هو من حضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية نيابة عن دجاجته. إذن هذا محمد السادس بعد 25 سنة من التنقل ومن السفريات ومن العيش في القصور ومن العيش كذلك في فرنسا، تم يعني افتتاح الألعاب الأولمبية ولكن محمد السادس ما يعني ما حضر لهذا الحدث، بل بعث عزيز أخنوش للمشاركة. كما أوضحت الصحافة المطيعة للنظام العلوي، محمد السادس هو ملك غائب. إذن محمد السادس في هذه في الزريبة هو دائما شخص غائب، هو ملك غائب اختار تفويض مسؤولياته حتى في الأسبوع الذي يصادف الذكرى 25 لوفاة والده الحسن الثاني وصعوده إلى العرش. يعني حتى في هذه الفترة اللي مهمة جدا، وهذه الفترة اللي هي فترة الاحتفال بالذكرى 25 لوفاة والده المقبور الحسن الثاني، كان محمد السادس غائبا. يعرف الصحفي الاستقصائي المغربي هشام منصوري جيدا مسار حكم محمد السادس. بالمناسبة هشام صديقي ونعم الرجل ونعم الصحفي، صحفي هادئ، صحفي واثق من نفسه ما شاء الله عليه، صحفي ذكي ما شاء الله، صحفي لاجئ هنا في فرنسا بعد أن تعرض للظلم في المغرب، فقد عانى من شهور في السجن بسبب عمله ويعيش اليوم في المنفى أي في باريس. تروي سيرته الذاتية المليئة بالاضطهاد الحكومي والمقاومة حقيقة نقص الحريات التي تخنق البلد المجاور اليوم. ربع قرن فترة كافية للحكم وتقييم مسار الملك محمد السادس. يعترف المنصوري في حديث مع صحيفة الاندبندنت الإسبانية، في رأيي سيكون العنوان المناسب لفترة حكمه وعصر الفرص الضائعة، يضيف الصحفي هشام المنصوري. إذن هشام المنصوري يصف هذه الفترة، مرحبا وسهلا بنت قرطاج من تحياتنا لتونس، يصف الزميل هشام المنصوري فترة حكم محمد السادس بأنها فترة عصر الفرص الضائعة. العياشة، اسمعوا العياشة، مع العياشة محمد رادي اللي راه ما تأثر بالتعليق، لكن تشكو عن محمد رادي اللي يتأثر بتعاليقكم، والله راه ولي وقف اللايف لأنك أنت متنبح عليه، رسلك محمد السادس تنبح عليه، أنا ما عندك ما تنبح عليه، أنا راك تنبح فمينين تاعي، أنا نقدم لك الماء، نعطيك شربة من الماء باش كل ما عطشت الجرو المخزني، كل ما عطشت أنا نعطيك شربة من الماء باش تقدر تنبح بالطريقة المناسبة. سمعت ولدي؟ أي هيبة، مرحبا وسهلا. سمعت ولدي ولا ما سمعت؟ سمعت السيمو برادة؟ سمع القرعة اللي جالس عليها أنت في المغرب، أنت جالس على القرعة و40 مليون مغربي جالس على القرعة. التحرر من إرث الحسن الثاني، هذا عنوان مهم جدا لأنه يعكس المرحلة الحالية اللي موجود عليها حكم محمد السادس، ولكن لابد من قراءة التاريخ الذي سبق مرحلة محمد السادس اللي هي مرحلة المقبور الحسن الثاني اللي كان فيها الاغتيالات وكان فيها السجون السرية وكانت فيها الاختطافات. أولا، ورث محمد السادس من والده الحسن الثاني ماض ثقيل، هل ورث منه العيش الكريم؟ هل ورث منه الديمقراطية؟ ماذا ورث محمد السادس من والده المقبور الحسن الثاني؟ إنما ماض ثقيل، سنوات الرصاص يعني القتل، اغتيال المهدي بن بركة قائد الشراكي تم اختطافه وقتله في باريس عام 1956،
في عملية شاركت فيها أجهزة الاستخبارات الفرنسية والإسرائيلية والمغربية على حد قول هشام المنصوري. أو الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية اللي خلاها أيضا الحسن الثاني كذلك لمحمد السادس يعلق المنصوري: بسرعة تمكن محمد السادس من تحويل هذا الإرث، هذا الإرث الأسود، هذا الماضي الأسود للمقبور الحسن الثاني، من تحويل هذا الإرث إلى رافعة على الأقل على مستوى الاتصال، مما ليس بالقليل. كان ذلك ولادة ملك الفقراء الذي يجوب البلاد بإعداد جيد وقرب ناذر يكسر صورة الحسن الثاني. إذن بمجرد أن مات المقبور الحسن الثاني وورث محمد السادس هذا الوضع اللي موجود عليه المغرب، اللي كان يعني ماضي أسود، هشام مرحبا وسهلا، وكل يعني صحراوي أصيل تحياتي يعني، وكل هذا الإرث القذر، هذا الإجرام الذي ارتكبه المقبور الحسن الثاني في حق الشعب المغربي وفي حق الشعب الريفي وفي حق الشعب الصحراوي وفي حق المعارضين، ورث محمد السادس هذا الإرث وحاول أن يستثمره في عالم الاتصال في ترويج صورته. إذن كان يجوب يعني جوب المغرب بإعداد جيد، يعني بطريقة إعداد مميزة باينة على أنها مرتبة، وقرب ناذر يعني من الشعب، يحاول أن يبين على أنه راه قريب من الشعب، يكسر صورة الحسن الثاني. انتقلنا من والد المغاربة مع الحسن الثاني وهو لقب كان مفترضا إلى أخ المغاربة مع محمد السادس. إذن هشام المنصوري يقول على أنه في فترة المقبور الحسن الثاني كان الكثير من المغاربة يقول لك هذا كراه بونا، محمد الحسن الثاني بونا، ومحمد السادس لما جاء للحكم أصبح يقول على أنه هو أخ المغاربة. ولكن أش من أخ وأي أب، أي أب وأي أخ؟ المقبور الحسن الثاني عليه أب حد، مقبور الحسن الثاني شيء من المجرم، قتال، ذباح، يغتال، ينهب، يسرق، ما خالق شيء ما عدله من الإجرام، ومحمد السادس أجرم من الحسن الثاني. وقال لك أنا أخي، أخ المغاربة، مرحبا وسهلا كبير وخير. انتقلنا من أب المغاربة مع الحسن الثاني وهو لقب متبنى إلى أخ المغاربة مع محمد السادس. إذن عندنا عبارتين، هذو عبارتين كاملات يعني تدلان كلهم على النفاق، لأن الملكية أصلا منافقة تنافق الشعب. ساهم زواجه من لالة سلمى في تعزيز هذا القرب من مجتمع يعاني من الفقر والفوارق الاجتماعية. إذن استغل زواجه، تصور هو مبدئيا الناس تتزوج من أجل باش تنجب الأبناء وباش تكون أسرة وباش ترضي الله سبحانه وتعالى. المقبور الحسن بوحنوك هذا محمد السادس تزوج من أجل باش يضحك على المغاربة. يعني تزوج من أجل باش يستخف بك أنت ويستبغلك ويستحمرك، وإحنا ما دخلنا في زواجه من لله والله ما ولا ما إلى الله. ما دخلك أنت كمغربي في زواجه؟ هو يزوج مشة والله يزوج حمارة والله يزوج بغلة والله يزوج شجرة والله يزوج عنز والله يزوج، ما دخلك أنت كمواطن مغربي في زواجه؟ ولكن هذه الملكية دائما تستغل أي شيء لمصالحها، دائما أي شيء يعني تستغله هي باش تحقق مآربها عند الشعب، باش تنهب الشعب، باش تسيطر على الشعب. كل هذا الشيء اللي يقول لكم راه هي مجموعة من المسرحيات اللي يقوم بها النظام، يعني حتى زواجه هي مسرحية فقط باش يقول لكم على أنه راه ملككم هو رجل وقادر على الإنجاب، وعلى أنه تزوج من فقيرة، مش عند واحدة فقيرة، ما مش عند واحدة مليارديرة، ما مش عند واحدة أجنبية، ما مش عند واحدة من الوزير الفلاني أو الملك الفلاني أو شيء أميرة في العالم، مش عند واحدة فقيرة لأنه هو فقير ويحب الفقراء. وصدقت أنتم على أنه هو فقير ويحب الفقراء ويموت على الفقراء وأنه هو ملك الفقراء، وعلاه يكونوا عنده هذو الفقراء في المغرب؟ علاه ما يكونوا المغاربة ما هم فقراء؟ لماذا لا يصبح المغاربة أثرياء كيف محمد السادس؟ لماذا المغاربة يقبض الفقر وهو يقبض ملك الفقراء؟ بادلوا عود أنتم هما الملوك وهو يعود فقير، ولكن ما يقد، لأن الجهل قبح الله الجهل كما قلنا، قبح الله الجهل.
فقد شارك الملك فرحته مع المغاربة وتم نقل الزواج عبر التلفزيون، وكانت الحفلة حفلا مغربيا حقيقيا، شاركت فيه عدة فرق موسيقية تعكس ثراء وتنوع الثقافة والهويات المغربية. لم تعد زوجة الملك امرأة مجهولة في الحريم. إذن انتقلنا في من فترة المقبور الحسن الثاني التي كانت زوجته لا تظهر للعموم، ما يعرفها حد، ما يشوفها حد، ما عند ما عندكم صور لها طبعا، من غير يمكن صورة واحدة للطيفة أم محمد السادس، ولكن غير ذلك من زوجاته ما كان أبدا هناك صور لزوجاته. إذا انتقلنا من هذه المرحلة، يقول هشام المنصوري، من هذه المرحلة إلى مرحلة أنه محمد السادس يعلن لكم شكون هي زوجته، بل أصبحت امرأة عامة تحمل لقب أميرة وترتدي بشكل حديث. إن رواية أصولها المتواضعة ومسيرتها كمهندسة تشكل إضافة مما يجعل أبناء الملك أبناء الشعب. إذن بغي نقول لكم على أنه هو تزوج من واحدة من الشعب، حتى وهي كانت مهندسة فإنها فقيرة وأصبحت يعني جزء من الشعب. إنها قصة خيالية، يتذكر المنصوري عضو هيئة تحرير أوريون كذا ومتعاون مع لوي دو ليكزيلي. تصبح الأميرة وجها للحداثة، تصبح الأميرة وجها دائما، هذا يكتبوا الزميل هشام. حاولوا من فضلكم على أنكم تشاركوا الرابط. مساكن العياشة ياك لباس، شفتكم طالع لكم الضغط، ياك لباس شوي لباس والله. عياشة لباس، صابحين بخير، أعطاكم محمد السادس شبه تفطروا، فطرتوا والله، أعطاكم الخبز والزيت، أعطاكم الخبز والزيت بارك عليكم، أعطاكم الوسخ، أعطاكم شي أتاي موسخ بارك عليكم، شو بغيتكم، شو بغيتوا من غير هذا الشيء، هالشيء اللي تسواه أنتم. أنا عيا قاع يتمي يفطركم بالتبن، تمي يعطيكم التبن بارك عليكم، التبن خلطوا التبن مع أتاي مبارك، خلط لك أتاي مع التبن مع أتاي الموسخ هذاك والواد الحار بارك عليك. تصبح الأميرة وجها للحداثة التي وعد بها محمد السادس. إذن يستغل زوجته باش يبين لكم الحداثة، لأنه هو غير قادر على أن يبين لكم الحداثة بمجهوداته الخاصة. إنها أوقات الأمل في التغيير. إذن لما أنت تشوف بأن الملك يعني يستعمل زوجته وظهرها وتحولت إلى أميرة، يظهر لك على أنه كان هناك أمل في التغيير، يظهر لك على أنه ممكن يكون هناك أمل في التغيير. وانتظر أنت التغيير. تنخرط الأميرة في معارك مثل مكافحة السرطان. إذن الذي ساعطها جمعية مكافحة السرطان، جمعية لله كذا كذا لمكافحة السرطان، وهذه الجمعية اختفت بعد ذلك، كانت فيها لطيفة العبيدة، اختفت بمجرد أن اختفت الأميرة، اختفت الجمعية واختفوا ذوك اللي أصلا كانوا يعني يتواصلون مع الجمعية للاستفادة من خدماتها الاستشفائية أو اللي تعاونهم اجتماعيا باش يعاونوا في العلاج. تصبح شخصية عامة وليست فقط زوجة للملك. إذن حولها من امرأة فقط إلى أميرة إلى شخصية عامة في المجتمع. في الوقت نفسه يكسر الملك الصورة الباذخة والصلبة لوالده. إذن يطلع حتى على الصورة، يعني حتطلع حتى على ذلك الصورة اللي كانت عند المقبور الحسن الثاني على المرأة. فهو رياضي، يعني جيتسكي، يعني بيّن لكم بأن محمد السادس رياضي. جيتسكي الذي أكسبه لقب صاحب الدجاجة جيتسكي، الذي أطلقه عليه الفكاهي بزيز. إذن بزيز اللي قلت لكم ممنوع من التلفزيون، ممنوع من الظهور في التلفزيون، ممنوع من التواصل مع الشعب، أصبح يلقب صاحب الدجاجة بصاحب الدجاجة الجيتسكي، أمير المؤمنين يلعب الجيتسكي. هذا رأي كاين لا في المغرب.
الذي أطلقه عليه الفكاهي بزيس، يسافر عبر المغرب خلال عطلاته، يقود سيارته بنفسه، ويتوقف لتحية الناس والتقاط الصور الذاتية معهم. إذن حاول على أنه يروج لنفسه على أساس أنه ملك، لأنه ملك وحاضر ويلتقي مع الشعب ويقود السيارة لوحده ويتبحر وكذا، ولكن هذا الشيء كامل كله مسرحيات، كلها مسرحيات مخزنية. لم تعد زوجة الملك امرأة مجهولة في الحريم، بل أصبحت امرأة عامة تحمل لقب أميرة وتلبس بشكل حديث. في رحلاته عبر أوروبا، رحلاته نحو أوروبا، يعرض الملك العلوي أسلوبا أكثر سخاء. يعني لما عنده سلوك وسط المغرب وعنده سلوك خارج المغرب، يعني عنده سلوك يبين لك وسط المغرب وعنده سلوك لما يغادر المغرب، يعني منافق، يعني نافق، يعني في المغرب يبين لك بأنه ملك وسط الشعب، يتعاون مع الشعب، يلتقي مع الشعب، يتجول مع الشعب، يدخل عند الشعب، وملك مؤمن متدين، صلي صلاة الجمعة. ولكن يصليها في التلفزيون لما تكون التلفزيون، لما كانت التلفزيون ما يصليها. لا تمشي التلفزيون وقف الصلاة. بمجرد تمشي التلفزيون يتوقف محمد السادس عن الصلاة. بمجرد يدخل القصر تتوقف الصلاة. لكن في التلفزيون أمير المؤمنين، جاء أمير المؤمنين، مشى أمير المؤمنين، صلى أمير المؤمنين، ذبح أمير المؤمنين، أعطى أمير المؤمنين، صدق أمير المؤمنين، أعطى الكرتون أمير المؤمنين، وهكذا. لما يمشي للخارج يصبح سكير عربيد. يعني أول شيء يتحلل من لباسه، يلبس لك الشورت، يلبس لك التي شيرت، يلبس لك لي اسمه لي باسكيت، يتحول الى امير متحرر، متحرر. المهم متحرر، امير متحرر، امير المؤمنين متحرر من كل ذاك البروتوكول اللي موجود في المغرب، وعايش حياته سكران وكذا، ويتوقف على انه يكون مسلم. استغفر الله العظيم الكريم. I love you، يعني ويترك أولاده ويترك عائلته ويترك شوشته ويترك رعيته ويترك عياشته ويترك عبيده ويترك جواريه ويذهب إلى فرنسا ليستمتع. يقول الحمد لله ماني شايف هذاك الشعب هذاك، لا حول، بل إنه يتبرأ من هذاك الشعب، ويصبح يعني يتجول في الشوارع وفي المحلات التجارية ويشتري يعني الهدايا هنا وهناك، وكاينين مغاربة يجوا يتمسحوا عنده في باريس أو في غيرها، يحبوا يديه وكذا، وعطيني قريمة، ما تعطيني قريمة، طلابة لابد لهم يطلبوا. تيلي جاوا الدول الديمقراطية تموا طلابين، وكنا عدلنا عليهم روبورتاج فيديوهات وكذا، وما عجبهم الحال، قال لك علاش تقولنا بأننا نحن طلاب، وشنو ما شنو بغيت نسميك أنا، تطلب جاي إلى فرنسا تتلقى الملك، مش يتلقى له في المغرب، لاش جاي هون عايش في دولة ديمقراطية، عايش في دولة ديمقراطية، هذه الدولة أعطتك السكن وأعطتك الخدمة وأعطتك وأعطتك وأعطتك، وحتى لو بغيت تتعلم باش تعود عندك كرامة، تتعلم كذلك باش تعود عندك كرامة، أنت لا تفرط في كرامتك وتمشي تطلب محمد السادس يعطيك قريمة. وعلاش يعطيك قريمة أنت؟ على ما يعطيها للفقراء ويعطيها الجوعة ويعطيها الناس اللي ما عندهم باش يعيشوا. ولاش موجودة قاع القريمة أصلا؟ نيني على الدول الديمقراطية عندهم قريمة، يعطوا قريمة، الملك يعطي قريمة ولا الرئيس يعطي قريمة، إلا عندكم توما في الزريبة، ولكن لأنه يعتبر على أنك أنت جيعان، هو مجوعك، هو قلع منك حقوقك ومجوعك ويصدق عليك، وهو يصدق عليك مالك أنت، يعني مالك أنت مصدق عليك هو، لأنه هو موجود في فرنسا يتسكع في الشوارع راه بفلوسك أنت، وشاري القصور بفلوسك أنت، ومش ماشي للبحار وعدل الجيت سكي بفلوسك انت، ومدرس اولاده بفلوسك انت، هو ما يخدم، شي يخدم محمد السادس؟ يخدم كيف وكيف الناس، هو عايش بظهرك انت، عايش ب 700 الف يورو في النهار ندخلها لجيبه، وانت تمشي تطلب وتحب يديه،
تلقى له في عوض تمشي في باريس تقول له لعنة الله عليك أيها الملك الدكتاتور المجرم، تمشي تتمسح عنده تقول له أعطيني قريمة، ظن منك على راه أعطاك شيء، أنا كان لأكلت الحرام معه، لأن هيك راه أموال الشعب، هذيك القريمة اللي تقبضها أنت أنا كان تقبض لأموال الشعب، الجوع عام ساكن اللي خليتهم وراك في المغرب. الحقيقة تؤلم، أنا أعرف أن الحقيقة تؤلم، ولكن ما عليه، صبروا معنا شوي، صبر مازال شوي، لايف طويل. العياشة في رحلاته عبر أوروبا يعرض الملك العلوي أسلوبا أكثر سخاء، تم تخفيف البروتوكول لكن دون التغييرات الجذرية، إذا لما يمشي في الخارج يتحرر شوي من البروتوكول. المصافحة لم تعد ممنهجة لكنها لم تختفي، يعني يصافح الناس في الشارع على أساس أنه راه ملك الفقراء. إذ تخلص الملك من إدريس البصري الرجل القوي في عهد الحسن الثاني وفتح باب المبادرة للإنصاف والمصالحة لإصلاح سنوات الرصاص، فإنه يصل إلى جوهر الأمور، لم يصل إلى جوهر الأمور. إذن في ظل هذا الشيء كامل من الكذب والبروتوكول الخاوي، محمد السادس فكر على أنه يمحي الماضي الأسود للمقبور الحسن الثاني. القريمة هي ما يسمى بالأذنيات، هاي الأذنيات هي امتياز يعطيه لك الملك، يعني يعطيك امتياز على أساس أنك تكون صاحب رخصة نقل من المدينة الفلانية للمدينة الفلانية، بهذيك الأذنية بهذيك الكراتينة، هي لا كراتينة صغيرة يعطيها لك، تمشي تبيعها بعد أول شيء تبيعها له سائق أجرة، تبيعها له بثلاثين ألف أورو ولا عشرين ألف أورو، وبعدها يعطيك هذاك سائق سيارة الأجرة يعطيك مبلغ شهري، يعطيك نقوله 150 أورو ولا 200 أورو على حسب هذيك الرخصة، كاين رخصة الحافلة وكاين رخصة السيارة العادية، وتبقى يدخل عليك مدخول في الشهر إضافة إلى 30 ألف أورو أو 50 ألف أورو ولا 40 ألف أورو اللي تحطها في جيبك، وعليه أنت عندك أنت ومن أعطى الواحد ثاني فقير. إذن هذه هي لاغريمون بالفرنسية، بعد هما يقولوها لقريمة، والله لقرينة يمكن على ما أعتقد. إذن المقبور الحسن الثاني خلف ماضي أسود في مجال حقوق الإنسان وعطاه ولده محمد السادس. قام محمد السادس وحاول على أنه يمحي هذاك الماضي الأسود لوالده باش يقد هو يحكم المغاربة في فترة المقبلة، ويخاف طبعا، هم دائما يخافوا من التراكم، يعني هم دائما يخافوا من التراكم، يعني كيف عادل مثلا، عادل معانا هون راهو يكتب ولد كذا، اذا برافو عليك انت مغربي تصف محمد السادس بولد هذاك، برافو عليك، شفت المغاربة الحمد لله عادوا يتحروا عادوا يسبوا محمد السادس، عادوا يسبوا سيدهم يقول له ولد كذا وكذا، برافو عليك، مش عادي شفت الآن الحمد لله راكم ماشيين تتحروا، ليتم معكم محمد راديلي إن شاء الله إن تتحروا وتعودوا تصفوا محمد السادس بما فيه، لأنه هو أصلا هذه الكلمة تنطابق عليه هو فعلا. إذن قلنا على أنه محمد السادس تسلم ماضي حقوق الإنسان من طرف المقبور الحسن الثاني وحاول أنه يمحيه باش يأسس لنفسه هو ماضي أسود آخر في مجال حقوق الإنسان. إذ تخلص الملك أول ما وصل محمد السادس للحكم تخلص من إدريس البصري، يعني طرد إدريس البصري، هو الرجل الدكتاتوري اللي كان مسؤول عن ماذا؟ اللي كان مسؤول عن إنشاء هذا الماضي الأسود في المغرب، يعني الحسن الثاني كان يجلس وراء وكان يخلي، يعني إدريس البصري هو اللي يقوم بالإجرام طبعا بتعليمات من الحسن الثاني، يقول له اقتل هذاك، اغتال هذاك، شرد هذاك، طرد هذاك، عطيل هذاك، احبس هذاك، اغتصبوا هذيك، جلسوا هذيك على القنينة، هذاك عطوه 16 سنة، هذاك عطوه 15 سنة، هذاك عطوه 4 سنوات، هذاك اختطفوه، هذاك عذبوه، هذا هو المغرب، هذا هو مغرب الحسن الثاني ودريس البصري، هذا هو مغرب دريس البصري والحسن الثاني، واللي هو ماضي العلويين معروف من زمان. ما ننساو انه كان هناك احد السلاطين مولاهم إسماعيل في مدينة مكناس، مرحبا وسهلا زين الدين، كان يعني ينشئ أسوار مدينة مكناس وجاب مجموعة من العبيد من إفريقيا باش يبنوا له السور
ومن كثرتهم كانوا وكثرتهم والعمل الشاق والحرارة وكذا كانوا يموتوا، يعني كانوا يموتوا بالعشرات في النهار. فكانوا يسألونه ويقولوا يا السلطان شن عدلوا لهذو الناس اللي ماتوا؟ يقول لهم كملوا بهم الحيط، يقول لهم حطوهم في الحيط ويجيبوا هذوك الموتى ويدخلوهم في الحيط ويحطوا عليهم طين ويبنوا عليهم الحيط. هذا هو هي حقيقة الذين يحكمون المغرب. أنت تعتقد على أنك أنت في المغرب أصبح عندك هذا الإجرام في الرأس، قدرتك على تقبل الإجرام وترويج الإجرام والتهديد بالإجرام والتهديد بالعنف وممارسة العنف على نفسك وعلى الآخرين، تعتقد على أنه جاء من السماء هكذا؟ لا، عنده مسببات، ومن بين مسبباته هو على أنك أنت تربيت على يد هؤلاء، هذو القتلة الذين كانوا يقول لهم كملوا بهم الحيط. إذن دريس البصري الدكتاتور مشى في عهد محمد السادس وفتح باب المبادرة للإنصاف والمصالحة لإصلاح سنوات الرصاص، فإنه لم يصل إلى جوهر الأمور بالرغم من هذا الشيء، لأنه هو شيء كامل لماكياج مسرحية، لم يصل الأمر إلى المضمون إلى العمق. فإنه لم يصل إلى جوهر الأمور، لم يحاكم أي جلاد. هذا بوحنوك محمد السادس لم يحاكم جلادا واحدا في عهد الحسن الثاني ولا واحد. بعضهم حتى ظلوا قريبين من السلطات، بعضهم بقى مع محمد السادس في حكمه، كيف الجنرال بن سليمان اللي كان على رأس الدرك الملكي واللي متهم بأنه مشارك في عملية اغتيال المهدي بن بركة في فرنسا، ولم يتم تعويض الضحايا، لا سيما ضحايا تازمامارت بشكل مناسب، لا سيما ضحايا تازمامارت بشكل مناسب. مات الكثيرون في الفقر واللامبالاة، يعني عاشوا وسط السجون معذبين معتدى عليهم، وحتى لما غادروا السجون عاشوا كذلك يعني فترة إهمال وفقر، وماتوا بالفقصة كيف ما يقولوا في المغرب. وما زال الأحياء يعانون، ذوك اللي حيين مازالوا أحياء يعني في المعاناة، يعانوا من هذه المرحلة. كانت مدونة الأسرة رافعة أخرى، مدونة الأسرة كانت رافعة أخرى عززت حكم محمد السادس في الوقت نفسه، كانت حرية الصحافة في أوجها يوضح الصحفي. إذن مدونة الأسرة وقانون الصحافة، وهذه كلها قلت لكم آليات للضحك استغبال المغاربة. يوضح الصحفي نهاية القصة الخيالية، كانت هذه السنوات الأولى من حكمه قصة رومانسية بدأت تنحرف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تغلبت شياطين المغرب على البلاد بسرعة، أولا الهجمات الإرهابية التي دفعت البلاد إلى المعركة الدولية ضد الإرهاب، كان ذلك ميلاد مركز التعذيب في تمارة. إذن جاءت أحداث معينة عادت الوضع إلى النقطة اللي كان عليها في وقت سابق، وهو ما يسمي بالإرهاب، وبعد ذلك إنشاء مركز التعذيب في تمارة اللي كان يعني مكان لتعذيب المعارضين وكل يعني الذين يفضحون فساد محمد السادس أو الذين اتهموا في ملفات كيدية باش يتم سجنهم. توالت المكافئ لسجن تازمامارت في عهد الحسن الثاني، توالت التوترات مع الجيران، إذن توالت مشاكل مع الجيران إسبانيا فرنسا أو الجزائر، التأخر الموعود طال انتظاره، والمؤشرات الاقتصادية ترفض التحسن، والشك يتسلل تدريجيا إلى صبر وأمل المغاربة. إذن دائما نحن نحاول تشريح كما قلنا تشريح النظام الملكي بعد 25 سنة من حكمه. ما تنسوا التكبيس راه ضعيف، 43 ألف تكبيس مع تقريبا حوالي 451 شخص. ياك ما دوختكم الشمس والله. المخزن الذي هيمن على المشهد خلال حكم الحسن الثاني أحيل إلى التقاعد. إذن في فترة الحسن الثاني قال لكم خلاص المخزن مشى، مات لك المخزن، جاء مفهوم آخر للسلطة.
وظهرت وجوه جديدة لتحل محلها. إجابوا لكم وجوه جديدة باش يبينوا لكم على أنهم شاء المخزن وعادوا واحدين ثانيين، ديمقراطية، حقوق الإنسان، أصحاب المالك، المثقفين، الناس اللي هما يعني من علية القوم. بدأت تظهر وجوه تكتسب السلطة بينما يواصل الملك أنشطته الترفيهية. إذن محمد السادس مقابل جيتسكي، مقابل التسكع، مقابل الشراب، مقابل السهرات، مقابل القصور، مقابل السفريات، وصحابه حاكمين المغرب، مفوض لهم حاكمين المغرب. شكون هما اللي حاكمين المغرب؟ يذكر المقال الهمة اللي قالوا الحمة، فؤاد علي الحمة، بالمناسبة هو اسمه الحقيقي فؤاد علي الحمة، أنا نسميه فؤاد علي البهيمة، نعتبره بهيمة لأنه أولا كسول في مساره الدراسي، شخص كسول جدا ومعروف بأنه مجرم، وقد اشتغل مع محمد السادس الكسول الأول كذلك في المغرب، يعني هو كسول ورفيقه كسول، مستشاره كسول والملك كسول، وبالتالي أش بغيته في المغرب يتبدل؟ ما هو لي يتبدل أي شيء مع الكسلاء. إذن فؤاد علي البهيمة، فؤاد علي الحمة، الحموشي، الحموشي الآن اللي يعتبر رأسه الملك، صار هو قاعد من الملك، عاد هو اللي حاكم المغرب، وعاد هو باغي يجيب الناس من هون، وباغي يرحل الناس من هون، وباغي يسكت الناس من هون، مجيش صحافة الزبالة كاملة، 137 موقع إلكتروني اللي خلص الحموشي من أموال الشعب المغربي باش يتشهر بالناس، وباش تعتادي على أبائهم وعلى عائلاتهم، وباش تكتب عنهم الأكاذيب وتروج عنهم الترهات وكذا، وباش توجه القطيع صحاب باع 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 باع. أنت أعطاك الله سبحانه وتعالى تليفون بين يدك، وأعطاك الله إمكانية تقرأ وتحلل، تبقى تعود باع عند محمد السادس. إذن بسبب ماذا؟ بسبب الصحافة التشهيرية التي انتشرت بشكل كبير جدا في عهد الحسن محمد السادس. إذن الحموشي، ياسين العماري، ياسين العماري شكون هو ياسين العماري؟ ياسين العماري مرحبا سلام شريفة، هو شخص واحد والله الشخص الوحيد في المغرب الذي لا يقبل يد الملك، ما يقبل يده. علاه ما يقبل يده؟ شنو السبب اللي يخلي ياسين العماري ما يقبل يد محمد السادس؟ لأنه العلاقة اللي تجمع ياسين العماري مع محمد السادس قديمة من الفترة اللي كان فيها الحسن الثاني حي. في يوم الأيام حسن الثاني تم يتجول في القصر، فإذا به يجد ولده محمد السادس في وضعية ما هي طبيعية مع واحد من الحرس الملكي. ولما شافوا في هيك الوضعية ضبطه في تلك الوضعية، ما عجبوا الحال، نرفز الحسن الثاني وقام بطرده، قام بطرد ابنه، طرده إلى عمته في طنجة، قالوا تمشي عند عمتك في طنجة. مشى هذا حاكمكم اليوم، مشى لطنجة وقضى سنوات عند عمته، وهناك تعلم تجارة الحشيش، هناك تعرف على إلياس العماري، وهناك أصبحا صديقين، وأصبحا يشتركان الأسرار، وأصبح كل واحد منهم يعرف على الثاني كل شيء، وأصبح يعني في هاي العلاقة اللي ما تخلي إلياس العماري يحب يدين محمد السادس، لأنه هو عارف محمد السادس أكثر من معرفة أي شخص آخر. فهذه هي اللي خلات إلياس العماري يكون في هذا المحيط، وإلياس العماري يتحكم في لاجات ويتحكم في تجارة المخدرات، وهرب أمواله للخارج لجنوب إسبانيا، وأنشأ هناك الفنادق، وبقى أنت فم عايش ما تعيش، بقى أنت العياش حل فمك فم المغرب، بقى أنت حل فمك قولي عايش مانيك عايش مانيك، واسمع الحقيقة، اسمع شكون اللي حاكمك، واسمع شكون اللي حركك، واسمع شكون اللي وجهك، وسمع شكون اللي يضحك عليك، وسمع شكون اللي خاينك، وسمع شكون اللي بايعك، وسمع شكون اللي مدي لك ثرواتك. واش محمد راضي الليلي ولا محمد السادس والياس العماري وغيره من العصابة؟ لو كان من أثر فيك ما تجي تتفرج فيه، لو كان الفيديوهاتي ما عندهم قيمة ما تجي تتفرج فيها، لو كان ما عنده فيديوهاتي أنا عندهم القيمة ما تجي أنت مبعوث باش تتابعني أنا وتسبني.
هذه خاصها حتى ببالك. هذا راني عارف انا وانت عارفها وعارفين هذوك اللي راسلينك انت باش تسبني انا، ولكن تسبني انا ما عندك، ما عندك ما تدي من عندي انا تسبوني لا بغداد. انا هون نوصل لك رساله ما تستطيع تسمعها في وسائل الاعلام المغربيه، ونعطيك حقائق اللي انت ما تسمعهم في هذيك 137 موقع الكتروني اللي تخلصوا المخابرات المغربيه باش يشهر بالناس. وهذا هو اللي اساسي عندي، هذا هو راس المال عندي انا، هذا هو النصر اللي عندي انا، على انني نوصل لك انت المعلومه في عقر دارك، واوجهك كما اشاء، وتوجيهي اقوى من توجيه 137 موقع الكتروني مغربي للمخابرات المغربيه. اذا الحمى الحموشي الياس العماري هذا هما اللي يحكموا المغرب في الوقت اللي محمد السادس راه يتسكع، مره مع قدور، مره مع بوزعيطر، مره مع كذا، لانه هو الياس العماري عارف حقيقه محمد السادس وكيف يعني يتعامل مع جسده يكعب جسده. الملك غائب، اقامته في الخارج طويله جدا، احيانا اطول من اقامته في المغرب، يعني يمشي فترات طويله جدا في الخارج، احيانا اطول من اقامته في المغرب، لدرجه ان المغاربه يمزحون عندما يعود الى المغرب. محمد السادس في زياره رسميه الى المغرب، يعني بعض المغاربه الاحرار اللي هما فاطنين لهذا الشيء وفاهمين شو واقع، يقول لك على محمد السادس بعد ما من الخارج راهو رجع الحمد لله، راهو جا في زياره رسميه للمغرب. يقول بعض هذو المغاربه الاحرار، هذو المغاربه الفاهمين، يقول لك راه محمد السادس راهو رجع للمغرب، راهو عدنا الزياره الرسميه للمغرب، ولكن لا من ايام قليله، دائما تعرفوا الزيارات الرسميه قصيره المده، يعني نهارات ويطير مالي كذلك بالطياره ويطير. يقول الحمد لله اللي تهنيت من هذا الشعب الكوليخي هذا اللي قلبي راسي، كل ساعه فاتح الفيسبوك نلقاهم اناشد صاحب الدجاجه، اطلب من صاحب الدجاجه، اعطينا صاحب الدجاجه، قالوا لنا صاحب الدجاجه، طيحوا لنا البراكه صاحب الدجاجه، انا راه ولدت لي المراه قدام المستشفى صاحب الدجاجه، انا راه ما دخلونيش المستشفى صاحب الدجاجه، وفينك صاحب الدجاجه؟ إلين يطلع له هو في راسه هذاك الشيء، يقبض الطائره ويمشي للخارج، يقول اللهم انت هنا من هذا صداع الراس. ايش هذا اللي ايش هذا الشعب اللي عندي انا؟ ايش هذا الشعب اللي عندي انا؟ يقول الحمد لله فرنسا ما تسمع لا، قال لي سيد عطلب يطلبك واحد ولا يطلبك اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. تاني فرنسا يفطر بخير وعلى خير، يتغدى بخير وعلى خير، مرتاح. المشكله لما يرجع للزريبه، يلقى هذوك وجوه الشر قدامه، البراريك والواد الحار والوساخ وماش نقول مناح ولا الزريبه، يقول يا ربي انت نمشي من هاي الزريبه. هو راه حاكم الزريبه، هو المسؤول عن هذاك الوضع، ويتخلص 700 الف يورو باش ينتج لهم وضع غير هذاك الوضع اللي هو، ولكن هو ما يقد يعترف بأنه هو صاحب هذاك الوضع. اللهم الهروب يهرب. جبريل مرحبا وسهلا. عفوا، دائما مع مقال هشام المنصوري اللي يتكلم على المغرب على 25 سنة من حكم محمد السادس للمغرب. إذا يقول على أنه جاي في زيارة رسمية للمغرب في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حدثت تحركات في الطبقة الجديدة التي تحرك الخيوط في المغرب بين عامي 2008 و2009. إذا في 2008، بين 2008 و2009 أطلق الحمى مجموعته التي أصبحت حزبا سياسيا اسمه الأصالة والمعاصرة. إذ كان الربيع العربي قد خفف وأجهض حلمه في السيطرة وإغلاق المشهد السياسي بالكامل. إذا جا ذاك الشيء مع الربيع العربي اللي حدث، انطلق من احنا بعد الصحراويين نعترف على انه انطلق من قديميزيك، لان اول حركه احتجاجيه شعبيه بهذه القوه انطلقت في قديميزيك على بعد 15 كيلومتر من مدينه العيون المحتله في اكتوبر 2010. وبعد ذلك انسحب الوضع في اعلن تونس وعلى بقيه البلدان العربيه. بعد ذلك ظهر في 20 فبراير في المغرب في 2011.
وإغلاق المشهد السياسي بالكامل، فإنه لم يتخلى عن دوره البارز الذي استمر في الظل. إذن محمد السادس استطاع أن يتغلب على 20 فبراير، نجح، ولكنه ظل دائما في الظل. يعني قال لهم أنا راني تخليت لكم يعني ياسر من الصلاحيات، راني عدل لكم دستور جديد في 2011 ورا شاركنا فيه الأحزاب والجمعيات وكذا، ولكن هو ذاك الدستور، الدستور المغربي إلى حدود الآن غير مطبق، غير مطبق. لو كانوا لا خلاو لكم الدستور القديم، ليش هذه البهرجة والكذب الحمار؟ بالمناسبة هذا العبد الضعيف اللي أمامكم، النهار تقديم الدستور راني اشتغلت مقدم للنشرة، وكانت أطول نشرة في تاريخ التلفزة المغربية، كانت على ما تخشي 3 ساعات ونصف. جاء محمد معتصم اللي هو مستشار الملك آنذاك اللي توفى مؤخرا، واللي كان مهندس دستور 2011، واللي بالمناسبة يعني حاول الانتحار في لابيسي، باش تعرفوا بأنه هادو كاملين يخدموا مع محمد السادس رام للي بسيكوبات، من محمد السادس إلى آخر واحد في المنظومة رام كلهم ساديين، كلهم مرضى، كلهم عندهم أمراض نفسية. هذا محمد معتصم حاول الانتحار في لابيسين، معروفة هاي القصة داخل القصر. إذن كيف بغيتوا واحد باغي ينتحر؟ مستشار الملك عنده سيارة وعنده راتب وعنده امتيازات وعنده قصر وعنده ما خلقاش شي ما عنده وبغى ينتحر، فما بالك بذاك اللي عايش في البراكة وذاك اللي عايش حدا الواد الحار وذاك اللي عايش المشاكل وذاك اللي ما عنده منين يتعالج وذاك اللي ما يعرف يلبس ولا ما عنده باش يلبس، وهما هذو الناس اللي هما علية القوم باغين ينتحروا، لأن هذاك المحيط كارثي، ذاك المحيط كارثي. حتى زليخة نصري اللي هي مستشارة الملك السابقة ماتت في ظروف غامضة، ماتت في ظروف غامضة، ماتت في ساعات ساعات، السلام عليكم قالك راه مشات، ماتت. علاه ماتت؟ شكون اللي طرح عليها السؤال؟ شكون اللي طرح السؤال بماذا ماتت زليخة نصري؟ ما هو المرض اللي كان عندها اللي خلاها تموت بسرعة؟ ما لحد. لماذا؟ لأن عندها ياسر من الأسرار الملكية، عندها تقريبا عندها ما يعادل اللي عند إلياس العماري على محمد السادس من أسرار. إذن الدستور ما فعل، وتم السطو على حركة 20 فبراير، تمت يعني تم تغيير مسار، تم تغيير مسار هذه الثورة اللي كانت يعني ستطيح بالنظام، لأن الشعارات التي رفعت آنذاك إسقاط الملك، إسقاط الملك مباشرة، رفعت شعارات ضد فؤاد علي البهيمة، رفعت شعارات ضد كل المسؤولين الأمنيين، معناه أنه كان هناك تحضير للثورة، ولكن نجح النظام على أنه يراوغ الثورة. فإنه لم يتخلى عن دوره البارز الذي استمر في الظل، بعد أن كان وزيرا للداخلية أصبح مستشارا للملك، لكنه يدير في الظل خيوط الوزارة وحتى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. نتحدث دائما عن فؤاد علي الهمة الحمة، اللي بالمناسبة هو شخص متورط في تجارة الكوكايين مع مجموعة وجماعة بابلو إسكوبار الصحراء، المعتقل حاليا في سجون المغرب. 2014-2024 مرحلة يسميها هشام المنصوري العقد المشؤوم في المغرب. بحسب المنصوري كانت العقدة الأخيرة هي التي أحبطت تماما أي وعد بالتجديد في الجانب الآخر من المضيق. انتهت فترة 2014 و2024 بكل أمل. يعني الآن في 2024 شنو هو الوضع اللي كاين في المغرب؟ شنو التقدم؟ الديمقراطية؟ الانفتاح؟ شنو؟ ماذا يوجد الآن في المغرب؟ الزميل هشام المنصوري وصحفي مغربي لاجئ سياسي هنا بفرنسا، صديقي أنا شخصيا، يعني اشتركنا حتى رحلة طلب اللجوء وكذا هنا في فرنسا مع الأخ عبد الصمد أيضا. إذن ماذا يصف هشام المنصوري هذه المرحلة؟ بماذا يصفها؟ يصفها يقول سجن الصحفيين والنشطاء، مكان لا الحبس، اللي تكلم في الفيسبوك، اللي تكلم في الصحافة الحرة، الحبس، وكل الأصوات المعارضة بتهم ملفقة. شنية التهم؟ الجنس. هالشي اللي يعرف محمد السادس راسه ملان لا بالجنس، الحموشي ملان راسه بالجنس، عياشتو كلامهم عن الجنس، سبهم بالجنس، الشتائم اللي بغاو يوجهوها للناس بالجنس، لما يفكروا لما يفتحوا عينهم على الصبح الجنس، لما يبغي ينام الجنس،
لما يعد ماشي في الشارع الجنس. هذه الثقافة، وهذا تأثير ماذا؟ هذا تأثير الصحافة التشهيرية اللي خدمت عليها المخابرات المغربية، من خلالها توجه الرأي العام المغربي وتخلق ثقافة جديدة عند الشعب المغربي، هي ثقافة أسرة النوم. صح. الرأس ما فيه ولا شيء، ما فيه لا ثقافة لا علم لا تاريخ لا 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 أخلاق لا شيء، كل شيء عندهم الجنس. حتى إذا بغاو ينتقموا من شخص معين ينتقموا منه بأفلام جنسية أو بمؤامرات جنسية. إذن سجن الصحفيين بتهم ملفقة، الجنس، غسيل الأموال، يعني حتى هما كذا يتهموا بعض الناس بغسيل الأموال، الاغتصاب أو الاتجار بالبشر، يعني يتهموا واحد بالاغتصاب أو يتهموا واحد بالاتجار بالبشر. يمشي يجيبوا مثلي مثلا يقول له كتب تدوين على فلان، يقول له راه حاول يغتصبك، النيابة العامة تشوف التدوينة في الفيسبوك، بعدها تمشي تحرك المتابعة، بعدها يعتقل كيف سليمان الريسوني بسرعة تم اعتقاله، وعمر راضي باش اعتقل بتهمة ملفقة تهمته زميلة معه في الجريدة على أنه اغتصبها. يعني سبحان الله، هذا النظام مخلي الأطفال اللي يغتصبون في مراكش، مخلي القاصرات اللي يغتصبوا في مراكش، مخلي الآلاف بل الملايين من المغربيات اللي تغتصبنا في الخارج، مخلي الشعب المغربي كامل اللي يغتصب حقوقه، وظهرت له لا عملية اغتصاب الصحفي فلان بن فلان للصحفية الفلانية فلانة بنت فلان. سبحان الله. أما هذا الشيء اللي تكتب صحافة الزبالة واللي تنقله والاعتداء على أسر الناس وكذا، هذا لا يعتبر في نظر النظام اغتصاب، هذا الشيء ما يعتبر اغتصاب. الاغتصاب هو المثل الفلاني عدل تدوينه ضد فلان فلان، هذا مش نعتقله. شتو الكارثة اللي موجودة في المغرب؟ شتو الكارثة اللي خاصها تنظف في المغرب، اللي خاصها جهة جافيل تنكرط باش تنقى باش تظهروا لكم، ظهر لكم المغرب كما هو. مصطفى مرحبا بالسؤال. تشويه وسائل الإعلام، الصداقة المشبوهة بين الملك، يعني تشويه وسائل الإعلام الحرة الحقيقية، الصداقة المشبوهة بين الملك وبعض الملاكمين ذوي السجل الإجرامي في ألمانيا، بوزعيطر ومن معه، الشائعات حول مثليته الجنسية في مجتمع ودولة تعاقب العلاقات المثلية، يعني ما يتم الحديث عنه عن المثليين أو معاقبة المثليين في المغرب، ولكن يقال على أنه مثلا محمد السادس مثلي حسب الصحافة، ولكن محمد السادس لا يعاقب لأنه مثلي. زوينة هذه، غريبة هذه، سبحان الله غريبة. كل شيء عندكم في الزريبة ماشي بالمقلوب، كل شيء بالمقلوب، ما خليتوا ولا شيء ماشي على طبيعته. كل شيء قلبتوه، المحكمة قلبتوها، القانون قلبتوه، الدستور قلبتوه، التلفازة قلبتوها، صحافة قلبتوها، كل شيء قلبتوه، الاقتصاد قلبتوه، كل شيء، بونوك قلبتوه، كل شيء قلبتوه، كل شيء عاد ماشي مقلوب. بالعكس، قانون يعاقب المثليين، والصحافة الدولية تتهم محمد السادس بالمثلية، وما يحاكم ما يحاسب. شو لا يحاكم حتى أن وزير ما يسمى بالعدل قالها لكم، قال لكم احنا المثليين غلبونا في المغرب، قال لكم أن المثلية في المغرب هي التي تتحكم في القرار، هذا قالها هو. وهذه حياة مثلا لتسينيالي اللايف حتى هي قابلة بالمثلية في المغرب، قابلت ربما لأنها هي عندها أخوها ولا مطبعة ولا تبغي هذه الظواهر، لأن الشاذ دائما يبغي الشاذ أصلا. إذن وحتى العلاقات الغيرية خارج الزواج أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذن هذا الشيء كامل كله أصبح مباحا في المغرب. اسم الملك وأعوانه يظهرون في كل الفضائح والتسريبات تقريبا، إذن أصدقاء الملك كاملين ظاهرين في الفضائح الدولية في العالم. سبحان الله، شي بيع الكوكايين، شي بيع البشر، شي بيع الحشيش، شي بيع الخمور، شي بيع بنات المغرب، كل شيء. وشكون هما؟ فاطمة الحبوسة. من هما؟ أصحاب الملك، ولكن ما يتحاسبوا، ما يدخلوا الحبس، ما يتحاكموا، ما يشهر بيهم، ما ينكتب عليهم،
إلا كتب عليهم واحد كيف دريس فرحان في إيطاليا تجند المخابرات خاصنا نجيبوه خاصنا نجيبوه ويتحركوا ذوك صحافة الزبالة والمقالات وإيطاليا ستسلمه وإيطاليا ست أو في التالي في التالي تقول لهم إيطاليا يجمعوا لي هذا شراويتكم هون دول لي هذا القضايا اللي جبتوا لنا يكفلوا فهمهم صحيح خلاص يسكتوا سكتوا ذلك سكتت صحافة الزبالة الآن دريس فرحان ديك الساعة خلاص كنا شاكين عنه الحق الدار البيضاء من كثرة الفيديوهات اللي نشوف تسلم ومحمد راضي الليلي تسلم ومحمد راضي الليلي وصل ومحمد راضي الليلي جاء والمحمد راضي الليلي مشى أرجع لمحمد راضي الليلي فرنسا قالوا شو نشوف نحركوا شيء كذا العفو طلب العفو ما طلب العفو وروجوها مساكين يتكلموا مع روسهم لا وحدهم لا وحدهم سا حدهم كل نهار يصبحوا على كذبة وينتجوها ويروجوها ويتكلموا عليها ويحاولوا ينشروها باش يضحكوا على المغاربة المجرم محمد السادس انتظرني أنا نطلب منه العفو المجرم محمد السادس اللي واكل لي أنا في حقوقي واكل الشعب الصحراوي في حقوقه واللي معتدي على الشعب الريفي والشعب الصحراوي والشعب المغربي يطلبني أنا نعتذر له هو يا سبحان الله يا المجرم يا قطع الطريق يا الديوث يا اللص يا الفاسد يا اللي ما عندك لا أصل ولا كرامة ولا شرف ولا كذا أنت تنتظرني أنا أنت اللي خاصك تطلب مني أنا العفو أنت اللي خاصك توطع عند أقدامي أنا الطاهرتين عند أقدامي الطاهرتين هذو اللي أمنين جيت تنحني عندهم نخبطك بيهم أنا باش يموت لكم باش تلحق عليكم مرحلة اليأس كيف النساء باسكو هاش اللي عندكم في المغرب شنو الرجال مين هما الرجال ما هم كاينين الرجال في الحبس توصلوا مرحلة الطمث اليأس تدخلوا سن اليأس امسك اذا اسم الملك واعوانه يظهرون في كل الفضائح والتسريبات تقريبا العبارة التي قالها بنفسه في خطاب شهير أين الثروة كان لها التأثير العكسي يعني محمد السادس اللص اللي سرق المغرب كامل يطلع في خطاب ويقول أين هي الثروة يا المغاربة واش ما شفتم معي الثروة شكون اللي سرقها يا أيها المغاربة يا شعبي العزيز بحثوا معي فإنني أنا أبحث عن الثروة فلم أجدها في المغرب لا أدري من سرق هذه الثروة وهو راه سرقها كامل ما تكلم ليه مشى حطها في مكان آمن حطها في أماكن في مكان آمن في سويسرا وبنما وكذا وفريقيا والبنوك والاستثمارات والقصور وكذا ورجع عند الشعب الكوليخي يقول لهم أين هي الثروة؟ ما شفتوا الثروة؟ قالوا له إحنا ما شفناها مين هي؟ مين مشات الثروة؟ حاولوا تكبسوا لأنه راهو اللايف شد راهو السينيال شديد سامعيني كبسوا راهو السينيال شديد السينيال شديد كل ساعة يجيني إشعار لأن العياشة لا السينيال مساكن قلت لكم على انه قال لكم سيدكم محمد السادس قال لكم اين هي الثروه وجدتم الثروه جبتوا الثروه والله ما وهو سرقها اللص ولد اللص الحسن الثاني سليل اللصوص الذين عاشوا على ظهر المغاربه دون
أن ينال المغاربة حقوقهم. كان لهذا التأثير العكسي ينتقد الصحفي الذي يعتبر واحدا من عشرات ضحايا المغاربة للتجسس بواسطة بيجاسوس. بيجاسوس اللي هو البرنامج التجسسي اللي استعمله محمد السادس ضد الصحفيين وضد رؤساء دول وضد بعض الوزراء. وهو برنامج تجسسي إسرائيلي تم الحصول عليه بواسطة إماراتية، واستخدمته الرباط بشغف لملاحقة وابتزاز المعارضة ومراقبة القادة الأجانب. من ملك الفقراء شهد المغاربة عاجزين بروز ملك الأغنياء وملك الأثرياء. إذن تحول ملك الفقراء إلى ملك للأثرياء، من الملك القريب إلى الملك الغائب، من الملك اللي قريب من الشعب إلى ملك غائب عن الشعب، وهكذا دواليك. المشاريع الكبرى التي افتتحها الملك استفاد منها الأثرياء فقط: قطار السرعة العالية، خطة آزور واستيلائها على أراض، وبناء منازل ثانوية وفيلات، الخطة الخضراء والمخطط الأخضر الذي قضى على المزارعين الصغار. يعد منصوري كل هذه المشاريع اللي شات مع الريح بسبب إيش؟ بسبب طبعا الملك. اسم الملك وأعوانه يظهرون في كل الفضائح والتسريبات تقريبا. الأميرة سلمى التي كانت في يوم الأيام محبوبة من وسائل الإعلام كصورة لهذه الملكية الحديثة التي تخلت عن طبيعتها العتيقة، عانت من إدانة الذكرى بشكل جذري، اختفت بين ظلال القصر الممتدة. الأميرة التي كانت محبوبة ومبجلة من الشعب ووسائل الإعلام فجأة تعرضت للتشهير دون تفسير، اختفت، بل وانتشرت شائعات بأنها قد قتلت. أعلن القصر عن الانفصال عبر وسيلة إعلام أجنبية، حتى بغين النهار اللي بغاو يبين لكم بأنها قد انفصلت عن محمد السادس، مشاو قالوها عن طريق صحيفة أجنبية، مما أتاح المجال لخيبة الأمل وتضخيم الشائعات بحسب رأي الصحفي. في مجتمع لا يزال دينيا وتقليديا، الوضع أكثر روحانية منه اجتماعيا اقتصاديا، يوضح المنصوري، لقد جاء البعض إلى السحرة وأفكارهم العقلانية. طبعا هذا يحيل إلى ماذا؟ يحيل إلى دعم النظام للأضرحة والمواسم وأماكن الشعوذة والسحر المنتشرة في كل مكان. بالمناسبة فإن محمد السادس يعتمد على المشعوذين والسحرة، الحسن الثاني يعتمد على السحرة والمشعوذين في 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 في, في زمانه. اليوم السحرة والمشعوذون الذين يشتغل بهم محمد السادس يوجدون في منطقة سوس، يوجدون في منطقة سوس، ويعتمدون أخطر أسلحة الشعوذة عند محمد السادس. وما تنسوا أن السحر الشعوذة توجد في التلفزيون المغربي، توجد في ميديا أن تي في، توجد في قناة دوزام، توجد في مكاتب المدراء، توجد في بعض الوزراء، في مكاتب الوزراء. نعم 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 نعم، هذه هي الحقيقة. مشي انت مشي قلعها. البارود التي كانت مديرة للأخبار في التلفزة المغربية في زمانها في 2016-2015 كانت تأتي بالسحر كل جمعة وتبخر المكتب جهار النهار وتجيب السحر من قناة محمد السادس للقرآن الكريم، يجيبوا لها واحد دائما كل جمعة، كل قبل صلاة الجمعة، وتدخل عليها المكتب وتكفر عليها المكتب وتبخر المكتب. هذه راه مديرية الأخبار في التلفزة المغربية. امشي مشي قلعها انت، مشي 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 قومي. هذا التاريخ، مجتمع يعتمد على الخرافات والسحر والشعوذ. لو تشوفوا بريد فرنسا كم يضبط من أعمال السحر والشعوذ اللي جاينا من المغرب، لو تشوفوا جمارك إسبانيا كم تضبط من أعمال السحر والشعوذ اللي جاينا من المغرب، لأن الناس تعتقد في السحر والشعوذ بدءا من رقم واحد في المغرب اللي هو محمد السادس إلى غيره من الناس. ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن واضح، واضح لأنه نظام يعتقد في السحر والشعوذة، لأنه لا يستطيع أن يصنع دولة، ما يستطيع يصنع لك إنجاز ذاك هو مادي ملموس. يوضح المنصوري، لقد لجأ البعض إلى السحرة وأفكارهم اللاعقلانية للعثور على تفسير للظلام الذي يخيم على المملكة وعودة الأشباح. نحن بعيدون عن الله، فحتى وإن كان شعار المملكة بادي بالله، فإن الكثيرين في المغرب بعيدين عن الله.
شوفوا هذا البعد عن الله في المغرب هو الذي سيؤدي بكم إلى الكارثة. هو ملككم بعيد عن الله، الحسن الثاني بعيد على الله، محمد الخامس ذو الكاملين اللي حكمكم كانوا بعيدين عن الله، كانوا الله يستعملونه فقط باش يحرككم، كانوا يستعملون الله والدين والقرآن وكذا باش يضحكوا فيكم. هذا البعد عن الله زرعوه فيكم، زرعوه فيكم حتى أصبحت تسمع أشياء يهتز لها عرش الرحمن. وسهل لما تلقى الأب يغتصب بنته، تلقى الخال يغتصب بنت خوه، لما تلقى العم يغتصب بنت خوه، لما تلقى شين نقول لك شين اللي بغى يشوف هذا الشيء يمشي يشوف، شوف تيفي، شوف خيخي، اللي بغى يتأكد من هذا الشيء يمشي يشوف خيخي، أنا مصدري هو شوف خيخي. ولذلك لا يجف عندكم الماء ولا يجيكم المجاعة ولا تظهر فيكم الفواحش ولا يجي فيكم تحل بكم الكوارث ولا يخبطكم تخبطكم الزلازل ولا يمشوا عنكم البحار ولا يجيكم التسونامي. أرى البارح وهو البارح الوالدية البحار رجع الفيديو راه موجود عندي في المنصة. مشى الماء مشى. هلا بكم انتم قبلتوا على انكم تكونوا مع هذا الملك الجبار المتجبر، قبلتوا على انكم تعيشوا تحت وصايتو، ما بغيتوا تقبضوا القيادة لأنفسكم كشعب، دافعوا على حقوقكم. خدامين معاهم، تروجوا لهم، دافعوا عنهم. بغيتوا الفساد يستمر، بغيتوا الفساد يكثر، بغيتوا الفساد يعبر القارات، حتى أن فسادكم عابر القارات الآن، شو ما قال في المغرب عابر للقارات. هم شنطة جارة شنطتها من مطار لمطار، من دار لدار، من عائلة لعائلة، من واحد لواحد، من دولة لدولة، نين ماشية نبحث على الراجل. تبحثي على الراجل عليه ايش بيك؟ تبحثي على الراجل شو بغيتي؟ الراجل خاصو يبحث عنك انت اذا كانت فيك الاخلاق، وهو كان متخلق لا يجي يبحث عنك انت ما عندك اخلاق وماشي تبحثي عن واحد، منين اللي تسلي تلقي واحد بلا اخلاق وتلقاي انت هو وتولدوا لا اخلاق، بعد تفرخوا لا اخلاق، حتى اصبحت زواج الافارقه من جنوب الصحراء من اكثر النسب في المغرب. منين ماشيين؟ منين الى اين انتم ذاهبون؟ منين وتموا ماشيين؟ كملوا باش تمشوا مباشره للمستنقع، وانتم سبب هذاك الشيء، لانكم انتم قابلين بالهوان وقابلين بالذل وقابلين بانهم يتحكموا فيكم وقابلين انهم يسيروكم وقابلين انهم يقطعوا عليكم حقوقكم وقابلين على انهم يخلوكم هكذا شوها في العالم، شوها كل مره يلوحوا لكم الفوتات. تفرج في الاولمبياد، راه المنتخب نجح في الاولمبياد، خاصك تنجح في الصحه، وخاصك تنجح في البنيه التحتيه، وخاصك تنجح في الديمقراطيه، وخاصك تنجح في الاعلام. هذا الشيء فاش خاصك تنجح؟ باش هذاك النجاح يعطيك نجاح في الرياضه، ماشي انت ناجح في الرياضه ومانك ناجح في الامور الاساسيه. الماحيه الان، الماحيه شفت فيديو من مدينه تيفلت، عصابات الماحيه قتلوا واحد، مشاو قتلوا واحد، عصابات عادوا يتناحروا على الماحيه، عصابات الماحيه عادوا يتناحروا في مملكه امير المؤمنين بينهم. الماحيه تقتل الناس، شنو الماحيه؟ الوسخ، يجمعوا يعني هذوك اللي غازواغ من الحلاق، من عند الحلاق فيهم الدم وفيهم الوسخ، ورقدوهم يعطوهم للشعب يشربوه. تصور راسك، تخيل انت راسك، تخيل راسك دقيقة، اعطي لنفسك 30 ثانية باش تفهم كيف انك انت تشرب شيء مرقد فيه غاز جاي من عند حلاق موسخ وانت تشربه باش تسكر، باش تنسى هذاك الواقع اللي انت فيه. ايش هذا؟ ايش هذا المستوى هذا؟ بدل تبقاو حيين واعيين تتيقظوا باش تقنقوا بلادكم، ندوخ
شي كميه الحشيش وتشرب المحيط ترقد على اساس انك راه الا رقدت مع الصبح لا يتوعى خلاص تلقى راسك واقع جميل قدام الفيلا ومحمد السادس عطيك حقك. والله لا العكس، انت تزيد تتنوم والملك باغيك تتنوم. لماذا انتشرت عندنا المخدرات وانتشرت عندكم المخدرات وانتشرت عندكم المصائب وانتشرت عندنا المصائب؟ من جاء هذا الشيء؟ من مصدر واحد. نحن بعيدون عن الله، هذا كلام هشام، كلام هشام منصوري. نحن بعيدون عن الله، ثروة الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل، علاقاته مع الملاكمين، فيديو يظهر الملك ثمينا سكران ولكن لم يتم التحقق منه، سجن الأبرياء مثل ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف الذي اعتقل في مايو 2017 وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وش هذا طبيعي بنادكم؟ لا. أو النشطاء في قضية فلسطين، ولهذا السبب لا تمطر يقول البعض. باش تمطر السماء في المغرب؟ باش تمطر لكم السماء؟ تمطر لكم بهذا الشيء اللي يجري عندكم؟ الله يعاقبنا، الله يعاقبنا. الحقائق والشائعات غير المكذبة لها تأثير الحمض على الصخر. كل يوم يتآكل أحد الأعمدة الأساسية للملكية. الخوف يفسر الصمت، لكن النار مشتعلة منذ سنوات عديدة. يحذر المنصوري إن حكم محمد السادس هو قصة بنهاية لم تكتب بعد. العياش انتهى طبعا مقال الأخ هشام، ولكن قل لك يا العياش، إن الملكية زائلة، إن الملكية أيامها معدودة، إن الملكية ستندثر، إن الملكية، إن من يعول على الملكية كمن يعول على الريح. الملكية زائلة في المغرب، كل المؤشرات تدل على أن الملكية ستزول. إيوا انقذ راسك، انقذ راسك، بدل بدل. خاص يكون عندك أنت الحكم، الحكم خاص يكون عند الشعب، عند الشعب. إذا شكرا جزيلا لكم. هذا اللايف ستجدونه إن شاء الله في القناة في اليوتيوب لمن أراد متابعته لاحقا. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.